إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غتشوفوا معايا الإخوان جولة ديالي اللي قمت بها هنايا في مدينة الورود، مدينة قلعة مقونة، قادما إليها من مدينة السينما، مدينة ورزازات. الإخوان كما كتشوفوا معايا هنايا مناظر جميلة جدا، تقريبا الإخوان من ورزات حتى لتنغير، وهي كلها مناظر في غاية الروعة والجمال، منها الواحات والقصور والقصبات والطريق اللي كتوسط جميع الدواوير وجميع الأحياء وجميع المناطق الجميلة جدا. كما كتشوفوا معنا الإخوان، الطريق كتوسط هذه القصور وهذه القصبات، يا سلام يا سلام على روعة ديال الطريق، وما كتملش الإخوان، والله العظيم ما كتملش من المناظر الجميلة والمناظر الرائعة في هذا الطريق هذه، وانت قادم إليها من مدينة ورزازات. كما كتشوفوا الإخوان، شوفوا الواحات على يعني مناطق خضراء، شجر الزيتون والشجر ديال القرقاع اللي كيديروا منه السواك، ومناظر جميلة. وقفت واحد الوقفة للإخوان، وقفة خفيفة هنايا، طليت على هاد أشجار الزيتون، اللهم بارك، الحمد لله، راه نعم الله على هاد المناطق هذه كلها بأمطار الخير في هاد الآونة الأخيرة، والحمد لله. كما كتشوف معايا هنا الإخوان، واحد الساقية هي هنا، ساقية عامرة بالماء، مع سولت بعض الناس قالوا لي بأنه راه يعني نقصات توالي سنوات الجفاف، نقص الماء، والحمد لله ان شاء الله الماء غادي يرجع كيف ما كان في الاول وفي الاخير كما كان الاخوان، الماء غادي يرجع ان شاء الله. هانتم الاخوان شوفوا هنا، اللهم بارك، الاخوان مناطق خضراء جميله جدا، والساقيه هي، وترجع ان شاء الله السواقي عامر بالماء، وترجع الواحات جميله وواحات خضراء، يا سلام على مناظر في غايه الروعه. من بغى يتمشى وياخد شوية ديال الراحة هنايا ويتمنظر الإخوان، شيء جميل جدا. تحياتي لكم جميعا أينما كنتم، داخل الوطن وخارج الوطن، أحييكم بتحية الإسلام، ونكمل الطريق ديال الإخوان هنا في اتجاه قلعة مقونة. هذه القلعة المعروفة بالورود، معروفة بالورد اللي كيتنظم فيها موسم الورد، يعني كل سنة كل سنة نتمنى يوم من الأيام إن شاء الله نتلاقى مع موسم ديال الورد، وندير لكم إن شاء الله فيديوهات على موسم الورد إن شاء الله. شوفوا الإخوة، الماء في الساقية الحمد لله الماء موجود هنايا، ومع ذلك راه قال لك الماء قليل، ولكن إن شاء الله دابا الماء مع تساقطات المطر الأخيرة غادي يرجع الماء إن شاء الله، كما كيقولوا يرجع الماء المجرى ان شاء الله، غترجع المياه كيف ما كانت، ترجع كامل هذه الواحات خضراء ان شاء الله. وخليكم مسافرين معايا، خليكم مكملين معايا الطريق حتى ندخل ان شاء الله مدينة الورود، هذه المدينة الجميلة والمدينة السياحية، وكل هذه المناطق الاخوان، كل هذه المناطق وهذه الاحياء والدواوير وهذه القصبات كلها مناظر ساحرة، مناظر سياحية بامتياز، والله الإخوان إلا مناظر سياحية بامتياز، يعني يعني الرؤية الإخوان كترتاح كترتاح، ما كتحش بالطريق واش انت غادي مسافر، يعني كتلقى راسك انت راه بحال كدور وسط واحد الحي، وكتسير وسط واحد المدينة وباقي ما ساليتيهاش، لأنه انت شوف الإخوان البنايات مقطوعاش، ما كاينش مسافة خاوية ما بين بنايات، اللهم بارك الإخوان، بنايات مقسمين غير هما باش كتعرفوا بكل الأحياء وكل الدواوير، كل دوار كتلقى فيه الاسم ديالو كل حومة. بالنسبة للبنايات ملاقية الإخوان، بنايات هانتوما تشوفوا الإخوان هنايا القصبات، اللهم بارك الإخوان، مناظر سياحية سياحية بما تحمله الكلمة من معنى. شوفوا على قصبات وعلى يعني البنايات كيفاش دايره، بنايات تقليديه وبنايات تجلب السياح الاخوان، والله العظيم الا مناظر جميله جدا في هذا الطريق هذه،
نتمنوا الناس اللي ما عمرهم زاروا هاد المناطق هادي يديروا واحد الزياره. راه كاين ما يتشاف الاخوان هنايا، والله الا كاين ما يتشاف من ورزازات حتى لتنغير، كاين ما يتشاف الاخوان في هاد القصبات وهاد القصور. ومن هالاخوان تمشيو لبومالدادس، كاين تما دوك المضايق ديال بومالدادس، وتمشيو هذوك تشوفوا هذوك المنعرجات ديال تيسدرين يمكن السميه ديالهم. كاينين تما دوك المنعرجات اللي معروفين تما، اللي بزاف ديال الناس كيلوحوا المقاطع ديالهم وطلعوا لهذاك الوطيل اللي كاين تما الفوق وتمنظروا على دوك المنعرجات. وكاين المضايق ديال تودغا اللي في تينغير، كتدخلوا لتينغير وكتدوروا على اليسار كنمشيو لدوك المضايق. يا سلام على مضايق مضايق تودغا ديال تينغير. وكذلك الاخوان من هنايا اللي تخرجوا من قلعه مكونه، انا الاخوان انا دخلت لوسط قلعه مكونه لقلعه الورود. قلعه الورود بامتياز مدينه جميله، مدينه رائعه. تم الطاكسيات الاخوان تيديروا لهم واحد الخط في الوسط، خط ديال رمز الورد. الطاكسيات ديالهم الاخوان كتلقى فيهم خط فيه رمز ديال الورد. وتاد شوفوا الاخوان، هو هذا الطاكسي ديال قلعه مكونه. وغتشوفوا الاخوان كذلك ملي هنا الاخوان دابا شحال من واحد يقول لي دابا انت راك غادي في لانتير دي ولا شي حاجه. لا الاخوان هنا راه وقفت السياره وكنت غادير على رجليا، راه على رجليا باش نمشي لهاد الرومبا هادي هنايا اللي راه معروف هذا الرمز ديال قلعه مكونه. هاد الرومبا هادي اللي كتوسط المدينه اللي فيها هذا الرمز ديال الورده، ويعني واحد المدار جميل جدا، رمز ديال المنطقة ورمز ديال المدينة بأنه المدينة معروفة بالورود. تحية لجميع متتبعي قناة مناظر بلادي داخل الوطن وخارج الوطن، تحية لجميع المشاهدين والمشاهدات. وما تنساوش الإخوان دعمونا باشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. ما تنساوش الإعجاب ومشاركة القناة فضلا وليس أمرا، وخليكم مكملين مع المقطع. خليكم مسافرين، نسالوا هاد الجولة اللي درناها في قلعة مكونة، وغنطلق إن شاء الله في اتجاه بومالدادس. بومالدادس اللي غادي نمشي فيها إن شاء الله تهيلت المضايق ديال بومالدادس. خليكم مسافرين معايا، خليكم مع القناة، كاين ما يتشاف باقي المقاطع إن شاء الله. خليكم دائما متابعين قناة مناظر بلادي، تحية لكم جميعا، وخليكم مكملين معايا المقطع حتى النهاية. فرجة ممتعة، السلام عليكم.
إخوة، المسافة اللي كتربط ما بين قلعة مكونة وبومال دادس هي تقريبا 23 إلى 24 كيلومتر. كاينة الساعة ديال الطريق هي اللي كاينة عبر الطريق الوطني رقم 10. إلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.